كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة عيد الأم، ناس كتير قوي بعتت لنا بتقول لنا إزاي يختاروا أم السيسي أم مثالية لسنة 2015. الحقيقة إحنا عاملين الفيديو ده عشان نشرح لحضراتكم ليه أم السيسي هي أم مثالية. هنعرض لحضراتكم مجموعة من الأسباب المهمة جدا اللي خلتها أم مثالية لسنة 2015. خلينا نشوف أول سبب، هو الدين. يا ترى هي ربت السيسي ازاي؟ واحنا عملنا مقارنة غريبة شوية بين كلام السيسي عن الإسلام وكلام القسيس تيري جونز اللي حرق القرآن في 2010. تعالوا بسرعة نشوف المقارنة بين كلام السيسي وكلام القسيس تيري جونز اللي حرق القرآن. مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل ان هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها. It's an evil religion. On September the 11th, we are going to have an international burn a Quran day. This book, Muhammad, Sharia law, this book is not a book of peace. This book is responsible for 9/11. But we believe that Islam is of the devil, no, that it is causing billions of people to go to hell. You believe it is that. A deceptive religion. You believe it is that. A violent religion. You believe that. That is proven many, many times. No, and it is time that churches, politicians stand up and speak the truth. There are moderate Muslims, sir, who live in this country, who love America probably every bit as much as you say you do. Some of them died on September 11th. That is exactly right. There in is that moderate. Building. There is moderate Muslims. Why are you insulting them? There are moderate Muslims, but there is no such thing as a moderate Islam. I do not understand why people defend Islam. All you have to. نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين وأصبح الخروج عليها صعب قوي، لدرجة إن هي بتعادي الدنيا كلها، بتعادي الدنيا كلها. يعني الواحد وستة من عشرة مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها سبعة مليار عشان يعيشوا هم؟ مش ممكن. We're going to end up like that because Muslims, so burning their a book true and Muslim, doing something as is a hateful, believer in the Quran. The Quran calls for the killing of unbelievers. So burning. A true Muslim believes in Sharia law. Sharia law okays honor killings. Well, is the that really the a religion is, that we want here in America? The problem is, sir, as being a devotee of the Prince of Peace, just as you are, you do Christian. كان ضروري، يعني كان ضروري ان انا اجي لكم عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وارجو ان انا ما اكونش قطعت عليكم الصلوات بتاعتكم، يعني رجاء يعني. وانا عايز اقول لكم على حاجه. مصر على مدى آلاف السنين علمت الإنسانية وعلمت الحضارة للعالم كله. طيب خلاص، سيبنا من موضوع الدين خالص، خلينا نشوف السبب التاني. والسبب ده الحقيقة من أهم الفلاتر اللي بيشتهر بيها مهيطل السيسي، الفلتر الرئيسي بتاعه اللي هو فلتر الصدق. تعال نشوف السيسي وهو صادق مع أقرب الناس لي. خلي بالكم من الكلمة دي كويس، مع أقرب الناس لي. شوفوا الخطابات دي وركزوا مع فلتر الصدق مع مهيطل. لا والله ما حكم عسكر، ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر. أنا عايز أقول لكم، شرف إن إحنا نحمي إرادة الناس أعز عندنا وأعز عندي شخصياً من شرف حكم مصر. أقسم بالله على ذلك، شرف حماية إرادة الناس وحريتها في إنها تختار ما تشاء وتعيش كما تشاء أعز وأشرف عندي أنا، أقسم بالله، من حكم مصر. انا لما قريت الواشنطن بوست لقيت انه حضرتك قلت انه الفريق السيسي لا يفكر في الترشح للرئاسه،
ده معلومة ولا نقاش ولا انطباع ولا لا معلومة. وهو قال لي هذا الكلام وأنا أثق في في فيما يقوله. أنا زي ما أنا قلت لك أنا أجد فيه شخص على فهم التام بالأبعاد السياسية برغم أنه هو ضابط في القوات المسلحة، فاهم إيه اللي ممكن يتعمل في مصر، الالتزامات الأخلاقية اللي إحنا نواجهها حاليا إن إحنا يعني نقضي على العنف وفي سبيل هذا لا نستخدم قوى مفرطة وفي سبيل هذا ننقذ كل روح، كل روح مصري، كل روح هي روح إنسانية أيا إن كان أختلف معاهم 150% هو روح يعني هو مقتنع يعني متفق مع حضرتك تماما فهذا هو سعيد في دوره في القوات المسلحة وأأمل أن يستمر في القوات المسلحة. وأشرف عندي أنا أقسم بالله من حكم مصر نروح نموت أحسن. أنا أقسمت بالله أن إحنا ملناش طمع وحتشوفوا ملناش طمع في أي حال. أساسها عسكرية لها موقف ثابت أنها لا ترشح أحد وأنها لا تتدخل في العمل السياسي. أتقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. تقدم كلبي يا كلبي يا ابن الكلب ده أنا حبيتك يا ابن الكلب كلبي يا كلبي يا ابن الكلب ده أنا ربيتك يا ابن الكلب إيه أنا حبيتك يا ابن الكلب بتسيب بيتك يا ابن الكلب أنا حميتك يا ابن الكلب بتسيب بيتك يا ابن الكلب إيه كنت تشوفني ترقص ديلك كنت تشوفني ترقص ديلك اوعى تقول اللي ما فيش غيرك لا فيه غيرك يجي ميت كلب كلب يا كلب يا ابن الكلب. طبعا كل ام مثاليه بتذاكر لاولادها، طبعا دي نفس الحكايه اللي حصلت مع السيسي عشان كده ما شاء الله طلع ب 50% ودخل كل الحربيه. خلينا نشوف بعض من لقطات السيسي وهو بيثبت مدى براعته في القراية وفي الحساب وفي كل حاجة. انه الرئيس عنده 116 غلطة في او 116 خطأ لغوي في الخطاب وسواجه باتخاذ ما يمكن صفر. اقول لكم مصر غنية بعلمائها بعلمائها وفقائها اه يا دموكي مش عارف تجر المضاف ليه صفر. وطنا عادلا ويؤسس لديمقراطيات لديمقراطيتنا احنا مش ارهابيين مش ارهابيين ارهابي ويؤسس لديمقراطيات لديمقراطيتنا شقال اللي قضيته في التربيه والتعليم راح ياما. لو حضرتك راكب عربيه هتدفع تقريبا 4 جنيه ومصر هتدفع 8 جنيه في ال 20 كيلو دول، يعني انا لو اتمشيت حد مصر 16 جنيه ايوه اترين حمار وما اناش عارف ان انا حمار واكتشفت متأخر قوي يا عز ابعت هاتلي نص شليتة برسيم عشان اتعشى النهاردة. طبعا بعد كل الاسباب اللي احنا شفناها دي فعلا كده ام السيسي تبقى فعلا ام مثالية. لو عجبتك الحلقة لايك وشير وتابعونا على هاشتاج مهيطل. شكرا. الست دي أمي الست دي أمي دي أنا طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها الست دي أمي الست دي أمي الست دي أمي خلاص خلاص بلاشي بلاشي ست الحبايب.